هلا بتركك عندي هون لحتى تحكي اللي بدك اياه لحالك انت. يوم اثنين ثلاثة أربعة إذا أنت اعترفتي غلطة. قالي لا والله. تعرف خالك أنت هلا؟ كثير. أنا كنت رايح لعنده هلا. ليش كنت رايح لعنده؟ لا تحكي بالله. مين سرق طيب؟ احكي ايش بدك احكي؟ هن حطوا اسمك من أنت بتسرق. صور قفز قبل الناس من قبل البور اسيب الموتور نحن عملنا هون تنظيم الخبز الموزع على الكتائب الموجودة على الأرض من الساعة 6 بس ما مشيت الخبز بس مشيت المازوت عم تدفئة ما في غاز ما في شيء ما في ما تدخل انقطاع غاز انقطاع الكهرباء يعني الكهرباء بتجي بالنهار ربع ساعة أو بتجي عشر دقائق تنقطع ما في مصاري كلها عم نجمعها من خلال التبرعات من اهالي هالبلد وهلا ان شاء الله بنحاول انه اذا في ناس مغتربين برات هالبلد تقدر تساعدنا مشان هالبلد يعني شوي توقف على اجريها ما كله كومي ما مبين شيء ابني صوب هنيك خدنا على تركيا ومرتي توفيت فنها برا Thank you.